سلسلة من المنخفضات القادمة إن شاء الله خلال فترة زمنية قصيرة على المملكة، والتفاصيل في آخر التطورات من مركز طقس العرب بتاريخ 22/1/2024. بداية مع يوم الغد، متوقع تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى هي الدرجة الأضعف للمنخفضات، وهو منخفض ضعيف نوعا ما وعادي إن شاء الله. رح يكون في زخات من الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى، وقد تمتد إلى المناطق الجنوبية في بعض الساعات. أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى واللي عم نحكي فيها على منخفضات قادمة إن شاء الله مع نهاية الأسبوع وأيضاً لفرص الثلوج، رح ننتقل لزملائنا في مركز التنبؤات الجوية لحتى نعرف تفاصيل أكثر. يعني صحيح مثل ما حكى زميلنا مهند، ولو بدنا نحكي أكثر عن الفترة البعيدة، في توقعات إن شاء الله بتأثر المملكة يوم الجمعة القادم والسبت بمنخفض جوي. ولو بدنا نشرح أكثر عن الخرائط عن هذا المنخفض، مثل ما احنا ملاحظين في اندفاع لرياح باردة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، راح ينشأ عنها تشكل منخفض جوي قد يصنف إن شاء الله لاحقا من الدرجة الثانية الاعتيادية، وراح يجلب الأمطار لمختلف مناطق المملكة والانخفاض على درجات الحرارة. وإذا بدنا نحكي أكثر عن الفترة البعيدة، بداية الأسبوع ومنتصف الأسبوع القادم ونهاية الشهر، برضو خريطة الأنظمة الجوية لو شفناها بنلاحظ استمرار سيطرة مرتفع جوي قوي على مناطق هامة في القارة الأوروبية منتصف الأسبوع القادم ونهاية الشهر، واستمرار تدفق رياح قطبية باردة نحو جنوب شرق أوروبا ومنطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، راح يسفر عنها تأثر المملكة بعدة منخفضات جوية باردة وربما باردة جدا. ولو بدنا نحكي عن فرص الثلوج في هذه المنخفضات، قد ترتفع فرص التساقطات الثلجية، لكن فرص الثلوج تحتاج لمراقبة أكثر نظرا لبعد الفترة الزمنية. ويعطيكم العافية.